التعريف بالقانونين الجديدين المتعلقين بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنافسة والذين صادق عليهما البرلمان هو موضوع لقاء تواصلي بالرباط. القانون الأول يمثل خطوة هامة من أجل احترام قواعد المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، فيما يستهدف القانون الثاني رصد كل أشكال الاختلال التي يمكن أن تطال التنافس في السوق الداخلية. هاد النصين جد إيجابيين، المثالية ما كايناش، ولكن 80-90% بما من ما كنا نتوخاه دابا الحمد لله توصلنا بها إلى آخره. فالمجلس اليوم أصبح منظمة دستورية، منظمة مستقلة، منظمة تتوفر على حق التقرير، على حق الإحالة الذاتية. ومن شأن تطبيق القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنافسة الرفع من تنافسية المقاولات واحترام قواعد المنافسة الحرة وتحفيز الأسواق لإعطاء النتائج المتوخاة منها على مستوى الثمن والجودة.